بعد مرور 15 عاماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 من آب الجاري حكمها في القضية بعد إرجائه إثر ما حدث في لبنان من انفجار ضخم في المرفأ راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى. لما يكون في عدالة كل واحد بياخد حقه وبطل في إرهاب، بطل في إجرام، كل واحد بصير في ردع على المجرمين وكل الناس بتعيش بأمن إن شاء الله. الله يرحمه ويكون مثوى الجنة يا رب، لأنه خسارة كبيرة على لبنان، لو بعده عايش ما كنا وصلنا لهالمرحلة بصراحة. كانت الشبهات تتمحور في السنوات الثلاث الأولى حول أجهزة المخابرات السورية واللبنانية بعدما تم توقيف 4 من كبار الضباط اللبنانيين في عام 2005، لكن الاتجاه تغير عام 2009 عندما وجهت المحكمة اتهامها إلى 4 عناصر من حزب الله بتدبير الاغتيال وتنفيذه، وهم سليم عياش، أسد صبرة، حسين عنيسي، وحسن مرعي. لبنان الغارق في أزماته يتجه إلى المجهول، لكن قضية العدالة هي بحد ذاتها أعتقد أنها هي من مقومات إعادة النهوض بلبنان، بمعنى الذين ارتكبوا هذه الجريمة ما زالوا على مسرح الأحداث يمسكون بزمام الأمر في لبنان. أن تأتي هذه القضية هي في بداية مسار لإعادة استعادة الواقع الطبيعي في لبنان. لبنان يعني الجريمة لا تفلت من العقاب، المجرمون يجب أن يكونوا وراء القضبان وليس على مسرح الأحداث يديرون الأوضاع، وكل هذه التركيبة القائمة في لبنان هي نتاج لأن العقاب لم يتحقق في لبنان. إذا الحكومة اللبنانية لم تتجاوب مع هذا القرار، بالنتيجة عم تتخذنا الحكومة للمجهول، عم تتخذنا باتجاه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعم تعرض لبنان للعقوبات. لذلك من الأفضل أن يتم تسليم القتلة ودولة اللبنانية تتعاون مع المحكمة. حزب الله من ناحيته بات يعني هو معروف ردة فعله، راح يحاول ينكر هالموضوع، راح يحاول يعتبر انه هالمحكمة مسيسة والهدف منها اتهامه وموجهة ضده. طبعا هيدا بروباغندا اللي بده يشتغل عليها واللي سبق وبلشت وليست حديثة، وهو يعلن مرارا وتكرارا انه لا يعترف بهذه المحكمة، وبالتالي هذا الحديث سيشنج الوضع اكثر، سيأخذ الشارع تشنج اكثر، لأنه محق الشعب اللبناني أن يرى القتلة أمام المحاكم وفي السجون، ولا يجوز بعد اليوم أن نرى القتلة يسرحون ويمرحون وأولياء الدم يتفرجون وينتظرون مصيرهم. وأمام هذه التحليلات يبقى السؤال الأهم يتمثل فيما بعد النطق بالحكم، وما هي التصرف لبنان على ضوئه، خاصة لناحية التعاطي مع المتهمين في حال إدانتهم.